في مسابقة الدوري. لكن كل ده اوعى ينسيك ان النهارده عيد ميلاد واحد من نجوم الاهلي الكبار، تقريبا حامل الرقم القياسي في عدد المشاركات لاي لاعب كوره في مصر. الارقام كده، اي لاعب كوره في مصر ما لعبش مباريات رسميه اكتر من اللي لعبها حسام عاشور، رمانه ميزان الاهلي لسنوات طويله جدا. الصفحه الرئيسيه للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا النهارده بيهني حسام عاشور بعيد ميلاده ال 34 9 مارس. حسام عنده اكتر من 500 مباراه رسميه وعدد وافر جدا من البطولات. الاتحاد الدولي اشار الى هذا الحصاد الهائل جدا. يكفي انك تعرف ان حسام عاشور يجي رقم 2 بعد النادي الاهلي في احراز بطوله الدوري، عنده 12 دوري. حسام عاشور مواليد 86 في رصيده 12 بطوله دوري، يعني هو لو كسبنا السنه دي باذن الله يبقى عنده 13، يبقى هو وصيف الاهلي. كاس مصر عنده 3 بطولات، كاس السوبر عنده 10 بطولات، دوري ابطال افريقيا عنده 5 بطولات، كاس الكونفدراليه حملها مره، كاس السوبر الافريقي 5 مرات، شارك في كاس العالم للانديه، حقق الميداليه البرونزيه. يعني في كل مشاركات الاهلي في كاس العالم للانديه كان حسام عاشور موجود. نال مع الاهلي الميداليه البرونزيه في 2006 في كاس العالم. يمكن الحاجه القليله بس ان هو كان قليل جدا في التهديف، عنده 3 اهداف فقط. البدايه كانت في اسمنت اسيوط 2006، هدف في شباك الاسماعيلي 2007، وفي قذيفه في طلائع الجيش 2010. شوف، هو طبعا حسام، كابتن حسام عاشور انطلق بدري. انطلق وهو عنده 17 سنه يمكن. ايوه، اتاح له ده وانطلق، انطلق انطلاقه قويه. ما انطلقش يعني ان هو لاعب واعد، لا، انطلق ان هو لاعب تكتيكي يحتاجه الاهلي في اكثر من مركز. وكان من ضمن يعني ابتكارات مستر مانو جوسيه بالنسبه له نلعبه باك رايت، وكاد ان يعتمد عليه في مركز الباك رايت. ولكن طبعا هو وجد نفسه والاهلي وجده في مركز الهاف ديفندر. الهاف ديفندر لاعب ملتزم، ما عندوش اي مشاكل، راجل زي ما بيقولوا تحت الرادار، حدش شايفه غير انك تحسه لو غاب. يعني ده عامل زي صوت البحر، لو سكت تتنبه ان كان في صوت بحر. فانت يعني تشبيه حلو فعلا. يعني تبقى مش واخد بالك ان انت يعني ساكن على البحر، غير لو في يوم كده البحر صافي والموج ما بيقلبش. وفي ايه؟ تبتدي تحس بالغربه. فهو كان كموج البحر، فوران في الملعب وهدوء خارج الملعب. الحقيقه ان حسام يستحق كل الاحترام. طبعا الحب موجود عند كل الناس، التقدير موجود، ولكن القيمة الأكبر التي يسعى إليها الإنسان هو الاحترام. وأظن أن حسام عاشور يجد هذه القيمة من كل محبي كرة القدم باختلاف انتماءاته. صحيح. كل سنة وانت طيب يا كابتن حسام، وعقبال 100 سنة ودايما وأبدا في أفضل حال ومتألق ومتفوق دايما إن شاء الله، وربنا يلهمك القرار الصائب في مسيرتك بإذن الله.